الماتش اللي ما كانش سهل بحال اللي شفتو ملي كتلعبوا مع فرقه اللي كتلعب 10 احنا دوزناها بالوزداد بحال اللي شفتو كان اون كونسونطراسيون اللي طالعه وجراو وهاد السيمانات هما ما لعبوش برافو عليهم تقاتلوا حنا في واحد الفرقه اللي فريمون سي تري بون ايكيب لي فا حنا درنا الخدمه ديالنا اللي كان مهم هي الماركيو قبل لا ميتون سجلنا البوت الثاني والثالث قبل لا ميتون وهذه يمكن دخلتنا في الضغط حق دوزيام ميتون بقينا بانيون بلوك عارفين كيفاش ندوروا الكره ما عندهمش تا اوكازيون وعرفنا كيفاش نصبروا باش نمشيو الماركيو الثاني والثالث في الاخر يمكن تعطلنا حتى انا تعطلت يمكن في لي شانجمون بالحق في الاخر اللي كاينه هي الرباح حنا مازال الاولين في البطوله دابا غنفكروا في الشامبيونز ليغ هذه اللي كاينه دابا وغنرتاحوا بالحق برافو اللعابه واللي كيبقى فيها الصراحه على هذا الشيء فرحه ما كدوش يا لا بليسيور ديال لافي على الله ان شاء الله ما يكونش شي بليسيور اللي غتخلي 3 شهور ولا 6 شهور كنستناو لي ريزولتا ديالهم هكا باني لو برونوستيك ما غاديش يكون مزيان دونك الحمراء ولا الناس هضروا على حمراء ماشي 100% اكثر 100% لا بطوله في الجيب كنقولها لكم من الاول واش دابا انت بغيتي انت عارف قلتها لك من الاول العام انا عارف الكره قلت لك حتى الدقيقه الاخيره غتلعب غنتقاتلوا وقلت لك الوداد عمره ما داتها جوج مرات متابعه غنتقاتلوا باش نديروها ان شاء الله بالحق ما غاديش تكون سهل باسكو حنا عندنا 3 اوبجيكتيف غنخليو اونكور دي لينيرجي دي شامبيونز ليغ هاك برافو الدراري ما كتلقوش هادشي اللي كيامني وغنتقاتلوا حتى الاخر واه سا في بليزير سا في بليزير نو اون كونتينيو دو بوسي اي فوالا اون اسبيكت كو سا فا كونتينيو كوم سا اون بوس بيان اي لو جروب في بيان اي اون بونس كو سي لو بلو امبورطون اون فا كونتينيو سي سيت لانسي لا ان شاء الله صدر مره اخرى اش ممكن تقول لنا على الفوز اليوم كلاسيكو خاصه امام فريق ديالك السابق والحمد لله يعني كنهني الزملاء تاع هذه المباراه ما كانت سهله سيرتو راه لعبنا ضد فريق اللي هو كبير ولكن الوداد يعني الوداد تيبقى الوداد يعني واخا بارفو ما تنديروش دي كرو ماتش ولكن لو بلوز امبورطون هي 3 نقاط وديما ما نخليوش لادفيرسي اللي ورانا ما نخليوش له يعني ما نخليوش حتى لينا حنا الشك ولا نخليو له انه يتمنى انه يفوتنا ما خصنا نربحوا كاع لي ماتش ان شاء الله وكي قلت لك الطموح ديالنا يعني هذه السنه هذه نفوزوا بكل شيء وان شاء الله كنتمنى من الله التوفيق باذن الله Je dirais juste félicitations à nous parce qu'on était là, on était présents. Et voilà le résultat du travail. Ça a payé, donc les 3 points, ça continue, donc on est là. Donc aujourd'hui, on enterre la page de Wydad Phare. On voit Petro. Voilà, donc ça va.